أهلا بحضراتكم مرة تانية في وقفتنا الصحفية ومتابعة وقراءة في أهم الموضوعات اللي ورد ذكرها في صحف القاهرة الصادرة لهذا الصباح. معانا النهاردة في حلقتنا دكتور الأستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. هنبتدي من جريدة الأهرام. الرئيس يطالب بالحذر واليقظة أمام أزمات المنطقة في ذكرى نصر أكتوبر. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستعرض الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية. نبتدي بالحذر واليقظة أمام أزمات المنطقة والأزمات اللي بتتعرض لها مصر أيضا بالتأكيد. إيه هو المطلوب فعلا من المواطن؟ بالتأكيد المطلوب من المواطن منتهى الحذر واليقظة، لأنه الشائعات اللي بتصاغ وبتصدر للداخل المصري يعني من الممكن أن هي يكون لها خطورة شديدة جدا على عملية الاستقرار، هز الاستقرار في مصر، إشاعات بهدف التشكيك في كل القرارات، في كل الإنجازات، في كل الخطط، في كل التوجهات اللي بتقوم بها مصر، في كل التحركات المصرية. الإشاعات من الممكن أنها تهدم دولة. فأعتقد أن تحذير السيد الرئيس له مغزى كبير جدا، وينبغي على المواطنين وقادة الرأي ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المختلفة، كل في مجاله يقوم بدوره في إيضاح الصورة كاملة، تقديم المعلومة الصادقة، الرد على هذه الشائعات، عدم الإنصات إليها. أيضا إحنا مطالبين بالعمل. يعني أنا كل احتفال أكتوبر وإحنا يعني بصدد الاحتفال بالذكرى 43 لانتصار اكتوبر العظيم، يعني انا بتمنى ان احنا ناخد روح اكتوبر، نقتبس من روح اكتوبر اللي اوصلتنا اللي النصر العظيم والمعجزه اللي تحققت. رغم الصعوبات يعني هي رغم كل الصعوبات، هو اهميه هذا الانتصار انه حصل في توقيت صعب جدا، مش يعني انه كان في رفاهيه، يعني انه في صعوبات، فكنا في منتهى يعني الظروف في منتهى الصعوبه. الفارق في التسليح بيننا وبين العدو كان فارق كبير جدا جدا، الظروف الاقتصاديه صعبه جدا جدا، الظروف الاجتماعيه ايضا. ثلاث محافظات من المحافظات مصر تم تهجيرهم وإعاشتهم داخل في ظروف في منتهى الصعوبة أيضا، كانت صعوبة في كل المجالات. ومع هذا بالتخطيط والإرادة السياسية الحقيقية والروح المقاتل المصري هي اللي فرقت وهي اللي حققت هذا النصر، وكان التفوق والأحدث هذا التفوق بالفعل أداء المقاتل المصري، هو اللي غير الصورة تماما وحقق هذا النصر والصمود والتصدي للصعوبات دي كلها. احنا النهاردة بالفعل محتاجين ان احنا نستلهم روح اكتوبر، روح اكتوبر العطاء، التصميم على تخطي المصاعب، التصميم على النجاح، مواجهة المشاكل اللي احنا بنواجهها بقالنا فترة. وصحيح في عقبات وفي صعوبات شديدة جدا جدا، لكن انا بتصور لما الكل يتحمل هذه الصعوبات وكل يتحمل نصيبه من هذه الصعوبات ويقاوم ويؤدي عمله وينتج ويعمل، يعني برضو لما هقول نيجي على نفسنا شوية ونتحمل، يعني يمكن البعض يقول لك هنتحمل أكثر من إيه، لا إحنا كنا في ظروف 73، ما بين 67 ل73 كانت ظروف في منتهى الصعوبة أكثر من دلوقتي بكثير جدا جدا جدا، لكن حققنا الانتصار لما حققنا حددنا هدفنا، تحملنا، تكاتفنا، تآزرنا مع بعضنا البعض، تحملنا الصعاب كل على قدر استطاعته، وقدرنا نحقق. هنا بقى يا فندم لما بنتكلم عن استلهام الروح دي، ليه رغم الصعوبات في هذا التوقيت من 43 سنة قدر المصريين كلهم يكونوا في خندق واحد، واللي أدى إلى هذا الانتصار هو العزيمة والروح القتالية، مش بس عند المقاتل، عند المواطن أيضا. المواطن الروح دي ليه مش موجودة دلوقتي؟ هي ليه مش موجودة؟ يعني يمكن البعض بيشعر اللي هو مظلوم شوية، البعض بيقول إن في جزء من الفساد، البعض بيقول إن أنا تحملت فوق طاقتي، ويمكن في كل هذه الأحوال نلتمس العذر، لكن احنا بنقول الشعب لديه القدرة أيضا إن هو يتحمل وعنده استعداد إنه يتحمل، لكن أن توزع كل هذه المسؤوليات على الكل بالتساوي، كل حسب قدرته،
يعني ما يمكنش ان انا كموظف ادفع ضرائب والراجل بيكسب ملايين الجنيهات يتهرب من الضرائب او يعفى من الضرائب. ما يمكنش ان الناس تتمتع بالدعم وهي غير مستحقه للدعم ويحرم منه الفقير. ما يمكنش ان يبقى فيه فساد ونتغاضى عنه او نلتمس له العذر تحت اي ظرف من الظروف، ان مثلا الظروف السياسيه مش موائمه، الحاله الامنيه ما تسمحش. لا، احنا المواطن المصري عنده استعداد ان هو يتحمل بشرط ان الجميع يكون متساويين في تحمل هذه المسؤوليات والصعاب. وهو ده اللي كان موجود وقتها، كان موجود وقت 73. مفيش تفرقه ومفيش اختلافات كبيره بين الطبقات. مواطنين مصريين بنؤدي دورنا وبنتحمل مسؤولياتنا حتى ان احنا حققنا هذه المعجزه. بالفعل هي معجزه بكل الابعاد. صحيح. بكل المقاييس. فاحنا من الممكن ان احنا نتحمل على اساس ان احنا نتخطى هذه المرحله، بشرط ايضا ان النجاحات والايجابيات عندما تتحقق باذن الله يكون نصيب الجميع منها متساوي. ما يبقاش ان احنا مثلا زي ما قبل 25 يناير كان معدل التنميه 7.5% وتخطى ذلك بكثير، كان مجموعه صغيره جدا هي اللي بتتمتع بثمار التنميه وكان جموع الشعب محرومه منها. فزي ما قلت لحضرتك، المساواه تستطيع ان تفعل المستحيل. ده بيخلي المواطن البسيط و العامل والمدرس والطبيب، كل فئات الشعب المصري عندها استعداد ان هي تتحمل، بشرط ان يكون كلنا متساويين في تحمل المسؤوليات وايضا في جني ثمار النجاح. صحيح، ما تبقاش الفروق كبيره وشاسعه بين الطبقات. اذا المواطنين مطالبين باستدعاء هذه الروح، الدوله ايضا مطالبه بان هي تستدعي هذه الروح علشان كل الشعب يكون الشعب والقياده والحكومه تكون في خندق واحد زي ما كنا بنقول. الى جريدة الشروق اليوم توقيع 13 اتفاقية تعاون خلال قمة السيسي والبشير. السفير السوداني عبد المحمود يؤكد الاتفاقات الاقتصادية وضعت لها برامج تنفيذية وآليات متابعة. النهاردة قمة السيسي والبشير، المجلس المصري السوداني لأول مرة بينعقد على مستوى الرؤساء. أعتقد دي طفرة أو مرحلة جديدة من العلاقات بين دولتين. التبادل التجاري والاقتصادي بينهم هيفرق قوي في البلدين، يعني على مستوى الاقتصادي بالتأكيد. يعني العلاقة المصرية السودانية دي يعني نقدر نقول علاقة حياة، شريان حياة واحد بيربط بين شعبي وادي النيل. شعبي وادي النيل ما بنقولش الدولتين، وطول عمرنا بنقول أبناء وادي النيل اللي هم أبناء مصر وأبناء السودان. النيل بيربط بينهم، العلاقات الاجتماعية بينهم. قد تعتري هذه العلاقات بعض المشاكل والصعوبات والمشاكل اللي بيفتعلها البعض، لكن أنا بتصور أن دي يعني علاقة تراحم وترابط. أهم شيء أن احنا نتجاوز هذه العقبات، وأعتقد أن القيادة السياسية في البلدين تخطت العديد من العقبات، بدليل أن يعني تم اجتماع اليوم بإذن الله، الاجتماع الرئاسي ما بين رئيس السيسي والرئيس البشير. هذا الاجتماع أعتقد أنه أيضا هيساهم بصورة حاسمة في حل العديد من العقبات اللي تعطي دفعة كبيرة جدا جدا للتعاون ما بين البلدين في مجال الاقتصاد، مجال المياه، في مجال النقل، ومجال إقامة المشروعات، الإقامة في البلدين. اتفاقات هيتم تفعيل برضو، اتفاقيات الحريات الأربعة، حرية التنقل، حرية التملك، حرية الإقامة. كل دي أمور بتساهم في توطيد وترسيخ العلاقات بين البلدين. أيضا أهم شيء واللي بيعزز هذه العلاقات أيضا التعاون المشترك في مجالات مجالات الصناعة، مجالات ربط الطريق البري ما بين مصر وبين السودان، أيضا الطريق النهري. هناك مشروعات مشتركة ضخمة. الشيء الأهم واللي أنا شايفه يعني هيساهم مساهمة كبيرة جدا عملية التعاون في مجالات المياه تحديدا. مصر لديها خبرة عريقة في مجالات الري والسدود وإقامة وشق القناطر والترع، كل هذه الأمور. واعتقد ازمه سد النهضه اثبتت ضروره التنسيق بين البلدين علشان يعني نتجنب اي مخاطر او تهديدات في مجال المياه. والتصريحات الاخيره حضرتك برضو من المسؤولين السودانيين يعني ادت انطباع طيب جدا جدا في وقوف السودان الى جانب مصر في حقها
في حصتها في مياه النيل. هل اختلف موقف السودان تجاه هذه الأزمة يعني منذ بدايتها إلى الآن؟ يعني أصبح كثيرا. في مرونة أو في تجاوب مرونة أكبر؟ لا، وفي قناعة تامة بأحقية مصر في حصتها كاملة في مياه النيل. وأيضا الاجتماع اليوم بإذن الله هيكون فيه يعني وضع حجر أساس لمشروعات مشتركة في كيفية استخدام تعظيم الاستفادة من مياه النيل. مصر يمكن هتقوم بعمل إقامة عدد من السدود في السودان، سدود ترابية وسدود مختلفة، أيضا عملية تنظيم الري في السودان بما يعود بالفائدة على البلدين مصر والسودان. هل تتخيل حضرتك أن في استثمارات مصرية من القطاع الخاص في الخرطوم وصل مقدارها 12 مليار و100 مليون دولار استثمارات مصرية في الخرطوم؟ ده يوري حضرتك قد إيه العلاقة ما بين الشعبين، العلاقة ما بين الدولتين، العلاقة أيضا الوشيجة في عملية الاستثمار بين البلدين. هناك مشروعات استثمار بيقوم بها مصريين في الاستصلاح واستزراع الأراضي في السودان، وإقامة عدد من المصانع المختلفة في السودان، مصانع برأس مال مصري من القطاع الخاص. كل دي أمور بتؤكد وبتثبت أن العلاقة ما بين الشعبين علاقة قوية ولا مهمة. يمكن أن تنفصل معراها بإذن صحيح. الله. وعملية تفعيل الحريات، اتفاقيات الحريات الأربعة، أعتقد أنه هيشارك مشاركة كبيرة جدا جدا في دفع التعاون وحل العديد من المشاكل. طيب هنيجي دلوقتي للموضوع الأزمة الكبيرة في الأوساط المصرية الآن، ما يتعلق بأزمة الدولار وسعر الجنيه المصري في المقابل. من جريدة الأخبار: المركزي يخالف التكهنات ويثبت سعر الدولار عند 8.87 قرش، ومصادر تربط الخفض بوصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 30 مليار دولار. أزمة الدولار والتعامل معها من جانب الدولة وصل بينا لحد فين؟ نجحنا يعني في وصل بينا لحل يعني لا يسر عدو ولا حبيب، لأنه النهاردة العديد من المصانع متوقفة بسبب عدم قدرتها على استيراد الخامات، عدم قدرتها على استيراد قطع الغيار، أيضا عمليات التصدير تكاد تكون متوقفة. الشيء الآخر أيضا الارتفاع الغير مبرر في الأسعار في كل شيء، في يعني كل شيء. الشيء الأهم والأخطر أني أنا بتصور أني الحكومة والبنك المركزي هو السبب في الأزمة اللي احنا فيها دي، لأنه ما فيش مسؤول بيطلع من البنك المركزي يدي تصريح يهدي السوق اللي عمال يزداد اشتعالا يوما بعد يوم. هو ولا تصريح ولا إجراء، ولا يعني إجراء ولا إجراء يزبط السعر يعني. وبعدين الحكومة والبنك المركزي مانع اي تعامل بالدولار في السوق. طب ازاي؟ على اي اساس يعني؟ طب هل ده بيزيد قيمته؟ طبعا لانه شحيح. وبعدين الحكومه مع يعني كيف يتاتى مواطن وضع فلوسه الدولارات موجوده بتاعته ملكه الشخصي وحسابه الشخصي في البنك، لما يجي يسحب منها يقول له ما تاخدش اكتر من 500 دولار؟ طب ازاي لما يبقى عنده مبالغ ضخمه من الدولارات وعايز الراجل يتصرف في امواله يقول له لا ما تاخدش اكتر من 500 دولار في اليوم؟ طب ازاي يعني؟ ده حد يقول هذا الكلام؟ الشيء الاخر ايضا ان ممنوع التعامل ما بين مصريين بالدولار. انا متعاقد مع شركه وشركه بتديني بتشتري مني بالدولار وانا باخد الدولار بستورد بيه خامات، يقول لك لا انت تاخد منه دولار ولا هو يديك دولار. انت كده بتشل الحياه الاقتصاديه تماما. وبعدين عمال تدي التصريحات اللي موجوده في كل الجرايد ووسائل الاعلام والفضائيات المختلفه، تعويم الجنيه تعويم الجنيه تعويم الجنيه، يطلع حد مسؤول يقول ما فيش تعويم او في تعويم، فكله دلوقتي منتظر. طب التصريحات دي بتعمل ايه يعني لما يقولوا تعويم وما يحصلش تعويم؟ بتشل السوق تماما وبتتوقف كل المعاملات، منتظرين تعويم الجنيه يشوف هيوصل لسعره ايه عشان يزود عليه. فده مساله في منتهى الخطوره، بيطلع حد يقول هتعوموا الجنيه ولا مش هتعوموا الجنيه. طيب دلوقتي انت حضرتك بتقول يعني الجنيه سعر البنك 8.88 في السوق، وصل يعني غلط صحفيا ومهنيا ان انا اقول سعر السوق دلوقتي عشان ما يزيدش عليه وعشان الناس ما تتحركش على اساسه. زاد بصوره كبيره جدا جدا ومتوقع انه يزيد كمان، متوقع انه يزيد ايضا. فلما تيجي حضرتك كل يوم تصريحات لناس رجال اعمال وناس رجال في السوق وناس مسؤولين غير اقتصاديين بيقولوا في تعويم للجنيه تعويم للجنيه تعويم للجنيه، والحكومه لا يعني ودن من طين وودن من عجين، لا عايزه تثبت
ولا عايزه تنفي ولا عايزه تقول ايه السياسه. طيب وهل هي معقول الحكومه او المسؤولين في البنك المركزي مش حاسين بالازمه دي؟ يعني عدم التجاوب او عدم اتخاذ اجراءات ده راجع لايه؟ هم متخيلين، انا في تصوري انا يعني المتواضع، ان متخيلين ان هم اللي بيعملوا ده هو ده الصح، بس ده كلام يعني غير منطقي على الاطلاق. بقول لحضرتك كل فتره يقول لك البنك المركزي هيطرح عطاء ب 125 مليون دولار، 125 مليون دولار في سوق ضخم زي مصر يعملوا ايه؟ لما يتوزع على عدد من البنوك الوطنيه او البنوك الرسميه هتعمل ايه؟ دي ناس بتستورد بمئات الملايين من الدولارات، وكل الاسعار اشتعلت اشتعال رهيب وغير مسبوق وغير مبرر، حتى اللي هي حتى المصنعه محليا، حتى يعني محلي ما بتعتمدش على الدولار بالظبط كده. فيعني تيجي حضرتك دلوقتي ان الناس يعني ماشيه كله دلوقتي بقى الدولار الدولار، ده كاننا يعني كاننا مثلا في امريكا مشغالين كله بالدولار دلوقتي، مفيش حاجه بالمصري. وطيب وبعدين يعني احنا كده هيوصل سعر الدولار مبالغ مهوله واحنا في غنى عنها، وكل ده مفيش مسؤول عايز يتكلم. يعني السيد محافظ البنك المركزي ما يطلع يتكلم يقول للناس في تعويم للجنيه ولا مفيش تعويم، عشان الناس تحط حساباتها وتبتدي تشتغل. انما بقى سايبين السوق كده يضرب يقلب لاي حد، وكل اللي يعملوه يعني الحلول الامنيه مش في كل شيء، ان انت تنزل تمسك واحد تاجر عمله ولا مش تاجر، مصرفها الصرافات مقفوله كلها، كله وبيعنده مع البنك المركزي. طب انت لما تقفل الصرافات، ما انت دي انت عاملها طبقا للقانون، والناس دي شغاله في اطار قانوني، اللي يخالف القانون حاسبه. انما انت عمال تمسك تقفش في الناس ويقول لك ده بتاجر عمله وده بيهرب عمله وده بيعمل ده. طب يعني والاجراءات دي ما بتحلش برضه الازمه، ما انت مش عايز حتى اللي ليه فلوس في البنك ما بتديهالوش، اللي محول فلوس من الخارج ما بتديهاش لاهله هنا. طيب طب ما انت بتدي فرصه للناس في الخارج ان هم يجففوا منابع الدولار من الخارج، وده بيدور الاقتصاد برضه، ما هو ده مصدر دخل. يعني دي مسائل حضرتك لا محتاجه متخصص في الاقتصاد ولا محتاجه خبير اقتصادي ولا استاذ في الجامعه، انما انا بتمنى ان احد الحكومه يخرج مسؤول علينا يقول والله في تعويم للجنيه، يقول لنا بس الخطه، يعني ايه خطه البنك المركزي. انما كده المصانع متوقفه ومفيش حد بيشتغل، وكله منتظر عمليه تعويم الجنيه صحيح، علشان يزيد عليها والدنيا تتوقف تماما. ده شيء خطير جدا جدا للاسف يا فندم. لجريده الاهرام مره اخرى، 1.5 مليار جنيه قروض ميسره لصغار الحرفيين، رئيس الوزراء يؤكد البدء في توصيل المرافق الرئيسية لمدينة دمياط للأثاث. المشروع يتضمن 2100 ورشة ومصنع ومعارض دائمة لتسويق المنتجات. 1.5 مليار جنيه قروض ميسرة لصغار الحرفيين، صغار الحرفيين وصغار المستثمرين، وموضوع القروض يعني الإعلان من جانب الحكومة عنه بيكون شيء إيجابي جدا، لكن التنفيذ والتطبيق بيكون فيه صعوبة حتى هذه اللحظة. بالتأكيد يعني أما يبقى مثلا حد عايز يعمل مشروع في حدود 30-40 ألف جنيه يطلب منه 20 مستند، طب ازاي هيجيبهم دول؟ يعني يعني انت تشجع شاب جاي يقبل ان هو يعمل مشروع خاص يشغل معاه 3-4 من زملائه الشباب، بدل ما يقف لك طوابير يطالبك بالتعيين في الحكومه، والحكومه يعني اصبحت متخمه تماما بالعاملين فيها، سهل له. انما لا، عايز شهاده من البنك وشهاده من وضامن، وعايز رخصه وعايز تامينات وعايز ضرائب، ملف ضريبي. الراجل لسه ما اشتغلش، قبل ما يشتغل تعمل له ملف ضريبي، هو اشتغل عشان تعمل له ملف ضريبي، سيبه اديله فرصه سماح حتى. انما حتى الشيء الغريب بقى حضرتك ان الحكومه بتعمل قانون للضرائب للمشروعات الصغيره وانتهت منه، ده لسه الناس ما عملوش مشروعات، وانت عملت لهم قانون الضرائب وبيجي بعد كده حضرتك. من المنتظر ومن الواضح ومن يعني المتوقع ان اي حد يتعثر في مشروعه ممكن يتعثر بعد كده يقف على رجليه وينجح ويحقق نجاحات ويبقى راجل اعمال كبير. لا، اول ما بيتعثر يروحوا ماسكينه، ادفع اللي عليك مفيش، يخش السجن. فيعني خلينا نكون واقعيين اكتر من كده، اي حد ممكن يتعثر، انما ما دام بيشتغل وبيعمل مجهود وبيحاول انا اساعده، اقدم له الخبره، بعض التسهيلات، اعمل له دراسات جدوى، اعمل له تسويق تعاوني، ادي له خبره، اوفر له الخامات، انما ادي له قرض وبعد ما اكبله بيه بحيث ان هو لو اتاخر عني احبسه،
ده مش يعني دي مساله، دي توريط مش تشجيع. صحيح. وبعدين بقى في اقتراحات كمان من المتخصصين انه البنوك اللي بتعطي هذه القروض تعطي مع دراسات جدوى ويكون في جلسه مع المقترض بنوعيه المشروعات المحتاجه السوق، ويكون متابعه يعني خبير من البنك وهم وما اكثرهم يتابعه ويشوف عنده مشكله في رأي. في الخامات مش قادر يجيب خامات، مش قادر يسوق، مش قادر يصنع في اجزاء معينه يقدم له الخبره، لو تعثر فتره يديله فتره سماح، انما ما تبقاش مساله يعني يقول لك لا ما انا بحمي نفسي. تحمي نفسك في ايه؟ انت ده راجل جاي يعني مقبل على مغامره، انت مفروض ان انت تساعده بدل ما يقف لك في الشارع ويقول لك انا عايز اتعين في الحكومه. صحيح. فالشيء الغريب بسرعه شديده عملوا قانون الضرائب على المشروعات الصغيره والمتوسطه قبل ما يبسطوا الاجراءات اللي السيد الرئيس يعني طالبهم اكثر من مره، واداهم توجيهات واداهم تعليمات واداهم قرارات ان هم يبسطوا هذه الاجراءات علشان الشباب ينطلق ويشتغل. خلي واحد هيغلط ماشي، واحد هيخطئ ماشي، واحد هيتعثر مفيش مشكله، لكن احنا وظيفتنا احنا كدوله وكحكومه ان احنا نشجع هذا الشباب. احنا عمالين نقول المانيا تقدمت بالمشروعات الصغيره، اليابان تقدمت، الصين، الهند. طيب واحنا عمالين نخنق فيهم ليه؟ احنا بنخنق الناس. احنا محتاجين ثوره في الاداريات، في الاجراءات الاداريه وتقديم يعني المساعدات للشباب ده. ما فيش شاب هيجي يعمل مشروع كده يعني يبقى خبير، لا. صحيح. بيكتسب الخبره. انا وظيفتي انا كحكومه ان انا اقدم له الخبره والمساعده واخفف الاجراءات وابسط له التعقيدات، ده كده يبقى احنا فعلا ماشيين صح. صحيح. من جريدة الأخبار مرة أخرى، عنوان يقول: مفاجآت بعد مقتل محمد كمال قائد ميليشيات الإخوان ومساعده، تلقي تعليمات من كوادر الجماعة باغتيال 42 من رجال الجيش والشرطة. هذه العملية يعني أنا بقول للي بيطالبوا بإجراء المصالحة، ويعني الجماعة عايزة تتصالح وترجع تاني وتفرج عن الناس، طب إزاي؟ ده راجل يعني احد قيادات مكتب الارشاد اللي هو محمد كمال ده، وقائد المجموعه المسلحه، وهو اللي كان الراس المدبر لكل العمليات الاجراميه والارهابيه اللي تمت خلال الفترات الاخيره دي. انا بتصور ان الامن عليه دور كبير جدا جدا جدا، وجهد كبير وعبء ثقيل جدا جدا جدا. على الجانب السياسي يجوا اللي بيطالبوا بان عمليه المصالحه مع الجماعه. ازاي مصالحه مع جماعه بترفع السلاح وبتمارس الارهاب والاجرام بهذا الشكل الفظيع؟ وكلنا شفنا يعني ما فيش يومين وكان المحاوله الفاشله بتاعت السيد النائب العام المساعد، محاوله اغتياله. فدي مساله خطيره جدا، وده بيدينا مؤشر مهم وخطير ان احنا يجب ان نكون على يقظه تامه، كل المصريين وكل أجهزة الأمن وكل الأجهزة المسؤولة عن أمن هذا البلد، لأنه هذا التنظيم لن يهدأ له بال، لأنه هو لن يلقي ما دام يحمل السلاح وبيتآمر على هذا البلد، وأحد الكوارث الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها بسبب هذا التنظيم، فبيبقى بيحاربنا اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا من كل الجهات. وبعدين بيطالبوا بالمصالحه، طب ازاي؟ طب فين يعني زي ما بقول كده، ايه البوادر ان انت عايز تتصالح وان انت عايز تلقي السلاح وعايز تشارك في الحياه السياسيه؟ يعني عشان تشارك في الحياه السياسيه ارمي السلاح ده واعلن توبتك وتعالى ارجع تاني. والقانون برضو ياخد مجراه لكل من ارتكب وتلوثت يداه بالدماء. انما بهذا الشكل انا بتصور اني لا امان لهذه الجماعه على الاطلاق طالما انها مستمره بهذا الشكل. آخر عناوينا النهاردة من المصري اليوم: مطار القاهرة يدرس الاستعانة بأجهزة بصمة العين، وصول 312 جهاز ألماني لرصد المتفجرات، ومطار الأقصر يستأنف الرحلات من وإلى لندن. يعني استأنف رحلات من وإلى لندن دي خطوة مهمة طبعا. لكن لا تزال هناك يعني محاولات لاستعادة السياحة مرة أخرى أو الطيران مع الجانب الروسي. هو بالتأكيد يعني حتة تجديد الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية ده شيء احنا بنرحب بيه ويعني سعداء جدا بيه، حتى للمواطنين يعني المواطنين طبعا مش بالضرورة يكون للسياح فقط. البعض يمكن بتسوقوا هذه المسألة ان في تفتيش، احنا ما دام احنا بنتبع الاجراءات السليمة وكل القرارات والضوابط اللي بتنظم عملية حركة الامن في مثل هذه الاماكن المهمة،
والحساسة، ده شيء يسعدنا. عملية استعادة السياحة برضو مطلوب مننا جميعا مشاركة في إنجاح هذه العملية، إن احنا نستقبل السائحين، التعامل مع السائح. أيضا السياحة عليها دور كبير جدا جدا إنها يعني تخترق الأسواق الغير تقليدية وتستخدم السائحين، النوعية العالية من السائحين، ما نكتفيش بالأعداد الضخمة والنفاق البسيط المتواضع جدا، لازم في أسواق كثيرة جدا جدا احنا بعيدين عنها تماما، بالرغم من الإمكانيات الضخمة الغير متوفرة لأي بلد في العالم سياحيا وأثريا وثقافيا. للأسف الشديد دخلنا السياحي ضعيف جدا جدا جدا، لا يتناسب مع الإمكانيات المصرية على الإطلاق على الإطلاق. فأنا بتصور أنه كل الأجهزة عليها عبء كبير جدا جدا، وكل مسؤول في مكانه عليه دور يجب أن يؤديه. أيضا المواطن عليه دور، المنشآت السياحية عليها دور، الناس اللي بتستخدم السياحة من الخارج عليها دور أكبر. صحيح. وأيضا الإعلام عليه دور أكبر وأكبر في إظهار الحالة الحقيقية وما تتمتع به مصر من أمن واستقرار في منطقة ساخنة من العالم ومتوفي. يعني لو قسنا ما يحدث من بعض العمليات اللي يمكن بسيطة من العمليات الأمنية البسيطة لا تقارن بأي شيء. يعني في تركيا مطار أتاتورك تم تفجيره وانفجارات ضخمة فيه، تاني يوم كانت السياحة الروسية نازلة في المطار. بروكسل نفس الشيء، لندن نفس الشيء، أمريكا، فرنسا. لا السياحة قلت ولا امتنعت ولا قالوا مش هو بس احنا ينقصنا التعامل الجاد مع قضية السياحة. بالتأكيد. وما يكونش دايما عندنا رد فعل فقط، لا احنا لازم نكون المبادرين، احنا عندنا مبادرين ومسبقين. تنشيط السياحة ده شيء جدا مهم جدا، وينبغي ان يكون مستمر، عليه دور كبير جدا جدا في هذه القضية المهمة والخطيرة في إظهار الحالة الحقيقية في مصر. لكن في الخارج بيصوروا ان مصر دي ان الناس الجماعات الإرهابية يعني شغالة، وان ما فيش امن ولا استقرار، وان انت غير آمن. لا، ده الامن المتوفر في أي محافظة في مصر وأي بقعة على أرض مصر أقوى 1000 مرة من الأمن في نيويورك وفي معظم عواصم العالم اللي بتقع فيها حوادث يعني مفجعة، وكلنا شفنا ما حدث في فرنسا ودول ما ذكرت لحضرتك. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا أستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار على وجودك معنا في الوقفة الصحفية في حلقتنا النهاردة. ومشاهدينا مستمرين معاكم بعد هذا الفاصل، متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية.